جميلة دارنا اللي مع النجمات تهتالي ما بها حيلة وما بها حيلة دارنا وهجن الرئاسة المجازف والذهبي الله 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 تحديات هذا الشوط انطلاقة هذا الشوط مع الشاهينية هجن الرئاسة الناوية هجن الشحانية الامتار الاخيرة الاربعمائة متر الاخيرة الله 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 الحمر الحمر الخطر بدأت تغير الشاهينية لهجن الرئاسة المجازف محمد بن عتيج بن زيتون المهيري المهيري ايضا يقدم لنا الشعار الحمر تهانينا تهانينا لهجن الرئاسة تهانينا على هذا الفوز ايضا لهجن الرئاسة تهانينا لايضا محمد بن عتيج بن زيتون المهيري من قدم الشاهينية باللون الاحمر تهانينا على هذا الفوز والانتصار المركز الثاني الناوية لهجن الشحانية الرئاسة المجازف المجازف محمد بن عتيج المهيري يا سلام وعصاه لازال في الابطان ووصلت الاسماء ووصل شاهين لهجن الرئاسة ووصل شمال لهجن الشحانية متابعة هنالك سلطان وجار الله يا سلام اعود الى المقدمة اعود الى المقدمة اعود الى الصدارة اعود الى موقع الناموس اعود الى هذا الشعار الاحمر الله 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 الله, الله الرئاسة 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 وصغان والنقطة الثانية في الأشواط الرئيسية سلام بلون الذهب سلام للرئاسة سلام محمد بن عتيج محمد بن عتيج كفو 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 ثانيا ها شامان لهجن الشحانية جار الله بمحمد بن عقيل طارنا الأربع الأبكار طارنا الأربع الأبكار انطلق للنجوم يا سلام بمنافسة الأقطاب الثلاثة من أجل شرف الناموس هناك أمجاد الوثبة رسالة هملولة أمجاد الوثبة رسالة هملولة أمجاد 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 هي المنطلقة أمجاد هي المسيطرة مشاهدين الكرام شحانية بالفعل هنا لهجن الشحانية بقيادة الشبل جابر بن سالم بن فاران المركز الثاني الوثبة لهجن الرئاسة وهناك هملولة لهجن الرئاسة ولكن أمجاد أمجاد تغادر بهذا الشوط إلى هجن الشحانية إلى الشبل جابر بن سالم بن فاران المري سلام الشبل سلام سلام يا أمجاد تهانينا لهجن الشحانية والتهنية للشبل جابر بن سالم بن فاران المري المركز صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد بن سلطان ان هيا رئيس الدولة حفظه الله ورعاه والبسه ثوب الصحة والعافية هنيئا يا ابو سلطان سيدي معالي الشيخ سيدي سمو الشيخ منصور بن زايد بن سلطان الهيان سيدي معالي الشيخ سلطان بن حمدان سيدي الله تهانينا تهانينا على فوز هجن الرئاسة مع بن زيتون مع بن زيتون لافية لا لافية 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 او لافي 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 يا سلام لفلافي 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 الله 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 وهذه لحظات الوصول الخطيرة العجيبة الرهيبة تهانينا للرئاسة وهجنها وملاكها والقائمين عليها وجماهيرها مشاهدين الاعزاء والمجازف محمد بن عتيج بن زيتون المهيري المركز الثاني نثنى منافسة ولا أروع ولكن الشعار الأحمر الشعار الأحمر الوثبة قلت لكم خطيرة قلت لكم خطيرة يا أخواني عند العملاق سلطان الوهيبي ولكن هناك هناك مروحة روحت روحت يا أبو فارس مروحة 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 بشعار هجن الرئاسة
العملاق بكبريائها بشموخها، هذا هو الشعار. هجن الرئاسة يسيطر يسيطر، يحضر حضور الكبار اليوم مع بن زيتون، مع سلطان الوهيبي، مع علي بن ميل. تهانينا تهانينا للمقام السامي، وتهنئة للشعار، لشعار هجن الرئاسة مع مروحة، وتهنئة لبن زيتون محمد بن عتيق بن زيتون المهيري. تهانينا. تحرك الديرة، وصلت الغزيلة، يا هي منافسة. جولة الأوامر الأخيرة، 500 متر الأخيرة، ما تبقى على نهاية هذا الشوط. الرياسة والشحانية، الرياسة والشحانية، الرياسة قادمة، الحمر قادم، الحمر قادم، يا هي أمتار أخيرة، يا هي أمتار أخيرة. الحمر الرياسي يتحرك مع بن زيتون وبالسم، ولكن المزن ما زالت مع الصدارة من الجانب الآخر، تقود هذا الشوط لتنطلق بالمركز الأول خلال هذا الإبداع. هذه المزن، هذه الغزيلة، هذه المزن الشحانية، الشحانية الشبل جابر بن سالم بن فاران المري يقود الغزيلة للانتصار في هذا الانطلاق، بتحقيق نقطة ثانية لهجن الشحانية في صباح هذا اليوم. المركز الثاني الغزيلة لهجن الرياسة. الله على هذه الانطلاقة المثيرة، بسم الله ما شاء الله. ينطلق شاهين من هجن الرئاسة، العملاق العملاق سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي، مضمر أمسية والأسماء الكبيرة والشهيرة والشهم أيضا، لينطلق على المركز الأول. يعرف طرق النواميسي جيدا كما ذكرت، إنه العملاق سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي. سلامي للرئاسة وهجنها ومضمريها، سلام على هذا الأداء الكبير. تهانينا والناموس لك يا العملاق سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي، من قدم لنا شاهين بهذا الأداء الكبير. تهانينا والناموس. لحظات وصوله إلى خط النهاية، ثانيا شاهي حملون من هجن الرئاسة بقيادة. الوهيبي هجن العاصفة، هجن العاصفة قادمة، هجن العاصفة قادمة، هجن الشحانية وهجن الرياسة وهجن العاصفة هناك أيضا في مسار واحد، ولكن أبو ذياب، أبو ذياب، أبو ذياب من يتقدم هنا بانطلاقة هذه النوعيات المميزة هنا في هذه اللحظات الصداوية الصداوية هنا. تهانينا لهجن الرئاسة، تهانينا لعشاقها محبيها هنا أيضا لهذه الانطلاقات، لعلى هذه أيضا الإنجازات الجميلة والمميزة في هذه اللحظات. سلام رياسي، سلام سلام لهجن الرئاسة، سلام. أشكرك المستحيل بذياب هنا أيضا. هذه الصداوية تأتي بفوز في هذا الشوط. لحظات الوصول إلى خط النهاية، هملولة تتعلى المركز الثاني، ثالثا هناك أيضا وصول. لقد يملون المركز الثالث، تقدمت فنون. المركز الرابع إنجاز، هجن الشحانية قادمة على المركزين الثاني والثالث. المركز الخامس هناك هجن الرئاسة مع الفيلسوف، ولكن العودة، العودة إلى هملولة، هملولة 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 ما زالت صامدة. إنجاز تحاول بشعار هجن الشحانية، الفوز لمن؟ هجن الرئاسة، هجن الرئاسة، هجن الرئاسة مع الفوز، مع الانطلاق، مع الاندفاع. هناك الظافر بالجمايل علي بن جميل الوهيب، انطلق انطلق بالفوز وبالانتصار. سلامي عليك يا الظافر، سلام سلام هجن الرئاسة، سلام على فوز أمرولة واختطافها لناموس الشوط.
الكبير. هكذا هو الانطلاق، هكذا الابداع، هكذا التميز، هكذا هجن الرياسة، هكذا المجازفة. مع انطلاقات هذه التحديات، هذا انتاج مركز الابحاث. هناك مع هذا الاندفاع دلالة حفلان الرياسة. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، انتاجت الرياسة هنا مع الاندفاع الاخير. الله 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 على هذا الابداع الكبير. تهانينا والناموس لهجن الرياسة، والثانية لمحمد العتيج بن زيتون المهيري على هذا الفوز والانتصار الجميل. لحظات الوصول المركز الثاني وصل شاهين. روعه لهجن الشحانيه محمد بن خالد العطيه، ولكن المشرفيه اللحظات الحاسمه تحركت الرياسه ليتحرك بن زيتون اللحظات الاخيره، ولكن المشرفيه الحمر الخطير، ولكن هجن الشحانيه المشرفيه سالم بن فاران المري. الرياسة عادت ولكن هجن الشحانية يا هي امتار يووو. يا سلام الرياسة حمر خطر. سلام للرياسة، سلام. ايضا مروب تتقدم لهجنة الشحانية، وجار الله بن محمد بن عقيل المري. ثارن اللقاية ما شاء الله وتبارك الله، وانطلقت مشكور يا المجازف، مشكور باسمي وباسم الجمهور. يحيونك بسم الله وما شاء الله على هذا المخزون الاحتياطي. أطارت هنا مشكورة. تهدي جماهير هجن الرياسة الحمر الخطر. هكذا يطمن جماهير في تحديات هذا الصباح الجميل. تهانينا لهجن الرياسة، وتهانينا لمحمد بن عتيج بن زيتون المهيري على هذا الفوز. هذه اللحظات، هذا هو غزيلان لهجن الرياسة. راشد بن محمد بسم، القدوم من بدران لهجن الرياسة. محمد بن عتيج بن زيتون وهملول على المركز الثالث لهجن الرياسة. علي بن يميل الوهيبي وصال شاهين لهجن الرياسة. سلطان محمد بن سالم الوهيبي، ولكن ماذا، انه غزيلان كوكبة رباعية على مقدمة الشوط بهذا اللون الاحمر بقيادة غزيلان. سلام يا بسم سلام الرياسة، سلام غزيلان. هذا هو غزيلان يهني هجن الرياسة مرارا وتكرارا، وهنيا لك يا بسم على هذه المتابعة الناجحة. هذه لحظات وصول غزيلان على المركز الأول، بدران على المركز الثاني، شاهين على المركز الثالث. شعار هجن الرياسة بقيادة بن زيتون يصنع الفنون. محمد بن عتيق بن زيتون المهيري يتابع عالية، تحمل الرقم 1، هي على المدرج 1، هي على المركز المطلوب، هي على المركز 1 في عالم هذه الرياضة. بدت تشن الغارة، بدت تغادر، بدت تقدم إبداعاتها. هجن الرياسة ليس بمستغرب الانتصار، ليس بمستغرب الفوز. والناموس بوسعيد بن زيتون يتابع، لنا انطلاق عالية انفردت بناموس هذا الشوط. سلام الرياسة، سلام محمد بن عتيق بن زيتون المهيري. لحظة وصولها إلى خط النهاية معلنة الفوز والناموس بدون أي منافس على الإطلاق المباشر. اذكر الله من تتابع هذا العروض الممتازة. المركز الثاني
المركز الاول من هجن الرياسة المسكو الزود بقيادة المجازف محمد بن عتيق بن زيتون المهيري. الله يا ابو سعيد يقدم هذه النوعيات الفريدة، يقدم هذا الاداء المتميز مشاهدينا الاعزاء متابعينا الكرام. هنا مشاهدين الأعزاء يأتي المجازف، هذه النقطة التاسعة مع بن زيتون والثالثة عشر مع هجن الرياسة. يا سلام يا سلام يا الحمر، الله يا المسك والزود، تهانينا من الأعماق نزفها إلى مؤسسة هجن الرياسة وإلى المجازف محمد بن عتيق بن زيتون المهيري على فوز المسك بالمركز الأول. المركز الثاني وصلت فيه أيضا هناك اللي هي الشاهين لحقن الرياسة مع سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي. هذه ثلاثية قوية مع جولة الأوامر الأخيرة لمن يناموس هذا الشوط. يا ترى الرياسة الأقرب، الرياسة الأقرب وسجلها المملوء منذ صباح هذا اليوم بالكفة أيضا مع تحقيق الإنجازات المتتالية، والعابر يريد أن يعبر إلى ناموس هذا الشوط من خلال الانطلاق بشعار ولي عهد دبي حقن العاصفة والرياسة في تنافس سن إماراتي إلى مقدمة هذا الشوط، إلى مقدمة هذا الشوط. العابر ومهاجر، العابر ومهاجر، ياهي معركة ما بين القعدان، ياهي معركة ما بين القعدان. النقطة الرابعة عشر للرياسة وحقنها للمؤسسة العملاقة، تهانينا لحقن الرياسة وإلى محمد بن عتيق بن زيتون. العابر لحقن العاصفة حل في المركز الثاني. هناك مع شعار هجن الشحانية جابر بن سالم بن فاران، من يقدم لنا فزعة وصلت أيضا هنالك وانطلقت بسم الله ما شاء الله. مطفية مطفية مطفية، وهنالك المستحيل راشد بن محمد بسم المنصوري، ولكن المجازف بن زيتون ينطلق بهذا الأداء الكبير. شعار هجن الرياسة يتواجد دائما وأبدا في قمة التحديات، في قمة الانطلاقات. تهانينا تهانينا والناموس لمؤسسة هجن الرياسة وإنتاج مركز الأبحاث. تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار، والمجازف محمد بن عتيق بن زيتون المهيري بطلا لهذا الشوط. أيضا المركز من شحاني رياسي عاصفي، شحاني رياسي وعاصفي هنا في مسار واحد وفي تحديات جميلة هنا، ولكن شعار هجن الرياسة، شعار هجن الرياسة مع المجازف محمد بن عتيق بن زيتون المهيري. هناك غياث، غياث الهلالي، غياث الهلالي قادم، هجن العاصفة، هجن العاصفة. هناك أيضا الشعار العيناوي من الجانب الأيمن، العين 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 وصلت في هذه اللحظات هنا أيضا في هذه اللحظات، ولكن خلاص خلاص نجود 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 على أرضية الكرم والجود بشعار مميز هنا على صدارة هذا الشوط. تهانينا لهجن الرياسة والتهنية لمحمد بن عتيق بن زيتون المهيري. هجن الرياسة علي بن يمي اللهيبي ما شاء الله وتبارك الرحمن، الانطلاق المثير، التحدي المثير، الانطلاق ايضا الرائع. شوف انطلاقة بدران، شوف انطلاقة بدران ايضا لهجن الرياسة محمد بن عتيق بن زيتون المهيري. زاهي 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 اللي قادم على ثاني المراكز هجن الرياسة، أحمد بن مايد أيضا الخيالي من يقدم لنا زاهي مع هذا الانطلاق الجميل والتحدي أيضا المثير ما شاء الله وتبارك الرحمن. انطلق بدران، انطلق بدران، ودع بدران مع هجن الرياسة محمد بن عتيق بن زيتون المهيري ما شاء الله. سلام للمجازف سلام. المركز الثاني الوصول أيضا اللي قدم على ثاني المراكز
المركز الاول تتقدم وتقود الشوط، تتقدم بطاشه لاسمه الشيخ محمد بن ذياب بن سيف النهيان، يضمرها الصادق بن فضل الامين، ولكن هملوله من هجن الرياسه المجازف بن زيتون، بن زيتون يقدم فنون في التضمير، ما شاء الله يا ابو سعيد، هجن الرياسة الحمر الخطر دائما والانجازات المتكررة، النقاط المتكررة، هذا الاداء الجميل المرضي للجماهير، الشعار الحمر، تهانينا لهجن الرياسة، هملوله شكرا محمد بن عتيج بن زيتون المهيري على هذه الانجازات. المركز هي زاهية والعصافة الابطان، العصافة الابطان، ثقة الكبار تتكلم في هذا الشوط، وبالانطلاق الجميل والاندفاع الكبير، ما شاء الله، واذكر الله يا من تتابع، اذكر الله يا من تراقب هذا الانطلاق وهذا الاندفاع، بسم الله ما شاء الله تبارك الرحمن، زاهية تزهو بنفسها الى الفوز والى الانتصار بهذا الشعار الجميل، بهذا الشعار الكبير، بهذا الشعار المميز والجميل، شعار سمو الشيخ محمد بن ذياب سيف الهيان، ناموس يا راعي زاهية ناموس، مشكور يا الصادق فضل الامين، مشكور تحركت اجنة العاصفة، تحركت اجنة شحانية، ولكن راحي هنا على المركز الاول، 500 متر الاخيرة والنهاية، راحي على المركز الاول من اجنة الرياسة، محمد بن عتيج بن زيتون المهيري، وصل رعد من اجنة العاصفة مع غيات الهلالي هنا على المركز الثاني، ولكن رها على الشوط طار بالسلام، الرياسة الحمر الخطر يحقق الفوز، شوف النهاية، شوف ما شاء الله تبارك الرحمن على هذا الأداء الجميل، تهانينا والناموس لهجن الرياسة الثانية لمحمد العتيق بن زيتون المهيري على هذا الفوز والانتصار، المركز الثاني وصل فيه رعد. الرياسة حمر خطر، نعم الرياسة وهجنها والظافر علي بن جميل بالجمايل يقدم لنا انطلاقة وتحدي، هملولة والظافر من يطوله العصاب الابطان حمر خطير، الشحارية قادمة، ولكن بالجمايل سلام بالجمايل، العصم غروسة في شدادها ما حركوها، سلام للرياسة، سلام وتحية واحترام، المركز الثاني الطيارة. يا سلام، منطقة الإعلام استجابية الأوامر، ومولع يبدو أنه ولعها وراح إلى الفوز إلى الانتصار، هجن العاصفة يبدو أنها تهب برياحها بما تشتهي، ما شاء الله وتبارك الله، بينما مبلش لهجن الرياسة الحمر الخطر، ثنائية خطيرة بين مؤسسة هجن العاصفة بين مؤسسة هجن الرياسة، ثنائية خطيرة، ولكن تهانينا لهجن العاصفة ومؤسسة هجن العاصفة وجماهيرها، مشكور يا غياث، مشكور، هكذا مولع يختفي لناموس هذا الشوط ويهدي أيضا هجن العاصفة هذا الفوز.
ايضا جماعة هناك المشجعين المتابعين الشعار لدعم الشعار لدعم هنا من ياتي على المستوى المركز الثاني الخمسمية متر الاخيرة ما بينها الاسماء ما بينها الشعارات الله 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 القادمة هناك ايضا شباب لهجن العاصفة شباب لهجن العاصفة في هذا الانطلاق وفي هذا المسار ما بين فرق وشبابة ولكن هنا ايضا البداية والمقدمة تهانينا والناموس هناك ايضا نزفها على ظهر شباب لهجن العاصفة محبي هجن العاصفة مشجعي هجن العاصفة هناك ايضا على هذا الفوز سلام دانت الدنيا دبي تهانينا لغياث ايضا على هذا الفوز المركز الثاني الوصول والتقدم من فرق معالي الشيخ محمد يعلن هذا الحضور يعلن هذا الإبداع والفوز والانتصار مكرم مكرم بدون أي منافس على الإطلاق المباشر لمعالي الشيخ محمد بن بطيال حامد مختار بن أحمد في عملية تضميره 300 متر أخيرة عن خط النهاية هنا مشاهدينا الكرام من هذه اللحظات نهدي التهاني والسلام لمعالي الشيخ محمد بن بطيال حامد وإلى مختار بن أحمد من يرافقه في عملية التضمير لحظة الوصول إلى خط النهاية معلن الفوز والناموس والانتصار لحظة الوصول المكرم تهانينا والناموس في شوط الختام لمعالي الشيخ محمد بن بطيال حامد والتهني المختار أحمد على هذا الفوز المركز الثاني الواعي لهجن العاصمة دارنا اللي مع النجمات تدري